بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من منهج أهل السنة والجماعة تعلم العلم النافع، علم الشريعة، لأن العلم هو أساس العمل، وإنما يتأسس العمل على العلم الشرعي الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر كذلك اعتنى أهل السنة والجماعة بالعلم الشرعي، بينما الفرق الأخرى تعتني بعلوم أكثرها ليس موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون موروثة إما عن الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يعتمدون على الأدلة العقلية ويقدمونها على أدلة الشرع، وإما أن يكونوا على منهج صوفي لا يعتني بالعلم وإنما يعتني برسومات رسمها لهم شيوخهم وأئمتهم من الأذكار المبتدعة والعبادات المبتدعة والعادات والتقاليد التي ليس لها نصيب من علم الشريعة. فمثل هذه الفرق لم تؤسس دينها على علم شرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله ومما عليه سلف الأمة وأئمتها، فلم يكن عندهم علم شرعي، وإن كان عندهم شيء من العلم الشرعي فإنه ضئيل ضعيف لا يكفي لإقامة دين صحيح عليه، ولذلك ظلوا في عقائدهم وظلوا في عباداتهم وظلوا في سلوكهم. أما أهل السنة والجماعة وهم من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عليه القرون المفضلة، فهؤلاء أسسوا دينهم على العلم الصحيح من الكتاب والسنة، امتازوا على غيرهم من الفرق، تحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الواحدة التي نجت من النار؟ قال: من كان على ما أنا عليه أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء هم الذين ساروا على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فورثوا العلم وتوارثوه وبلغوه من بعدهم، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو المنهج السليم، وهو المنهج الصحيح، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيق. وهؤلاء أصلوا علومهم على هذا المنهج السليم، فأثمرت وأنتجت وانتفع بها الناس. يجب علينا أن نحيي هذا المنهج وأن نسير عليه في طلب العلم الصحيح تلقيا وتعليما وعملا كما كان عليه سلفنا. كان أهل السنة والجماعة يعتنون بالعقيدة أول شيء،
يعتنون بتصحيح العقيدة تأسيسها على الكتاب والسنة خالية من البدع والخرافات والشركيات كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله وما درج عليه صحابة رسول الله الذين قال الله جل وعلا فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فكانوا يعتنون أول ما يعتنون بعلم العقيدة فيتعلمون العقيدة الصافية ويعلمونها لغيرهم وينقلونها لمن جاء بعده تاركين ما عليه الفرق الأخرى التي تركت هذا المنهج اختارت لنفسها منهجا اختطته من رغباتها وأهوائها ثم بعد ذلك يعتنون بأمور العبادات تكون العبادة خالصة لوجه الله وأن تكون موافقة لسنة رسول الله ثم بعد ذلك يعتنون بالمعاملات والمكاسب فيبينون المعاملات الصحيحة والمعاملات غير الصحيحة ليطيب كسبهم لأن طيبة الكسب تعين على الاستقامة على دين الله وخبث المكاسب يؤثر على القلوب وعلى الأعمال فكانوا يعتنون بعلم الحلال والحرام ويبينون ذلك في المعاملات وفي غيرها من ما يحتاجون إليه ويحتاجه غيرهم إضافة إلى أنهم يعتنون بلغة العرب من النحو والصرف والبلاغة لأن هذه اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبها يعرف تفسير كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فكانوا يعتنون بعلم النحو ومشتقات اللغة العربية لأنها تخدم علوم الشريعة فهذا منهجهم كانوا يترقون بالتعليم شيئا فشيئا كانوا يأخذونه شيئا فشيئا لا يأخذونه دفعة واحدة كما يفعل بعض المتعالمين الآن كانوا يبدأون من الأصول والمختصرات في العلوم يحفظونها ويشرحونها ويوضحونها ما كانوا يبدأون بالمطولات والموسوعات بل كانوا يبدأون العلم شيئا فشيئا لأن العلم له أبواب وله مداخل وله أصول فإذا أخذت هذه الأبواب وهذه المداخل والأصول وسرت مع هذا الطريق وتدرجت سرت على منهج علمي سليم وأما إذا خالفته وهجمت على العلم بدون تخطيط وبدون مبادئ وبدون أصول فإنك لن تحصل على شيء بل ربما تحصل على تشوش الفكر والضياع بين الخلافات والأقوال والمسائل ولا تحصل وتتحير بعد ذلك ولا تحصل على طائل كما قالوا من ضيع الأصول هرم الأصول ولذلك قرر العلماء هذه المختصرات في دروسهم المنهجية في المدارس والمعاهد والكليات وفي حلقات التدريس المساجد قرروا هذه الأصول وترقوا بالطلاب شيئا فشيئا وهذا لا شك يحتاج إلى وقت يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تعني كثير من الناس ليس عنده صبر ولا تحمل يريد أن يأخذ العلم دفعة واحدة فيتركه كله لأنه لا يستطيع أن يحمله دفعة واحدة جرعة واحدة فيحرم من العلم لأنه ضيع الأصول والأبواب والمداخل التي يترقى فيها وتتنمى فيها معلوماته من منهج السلف الصالح في تلقي العلم أنهم لا يتلقونه عن الكتب المجردة للمطالعة فقط
بل كانوا يتلقونه عن العلماء، عن حملته. فالعلم بالتلقي، وإنما المطالعة شيء مساعد فقط، ليس هو الأصل. الأصل أن تتلقى العلم عن أهله وتطالع الكتب من باب المساعدة لك في السير في طريق العلم. فالعلم بالتلقي لا بالاقتصار على المطالعات بدون معلم وبدون فقيه، كما نهجه بعض الشباب الآن، فصاروا يطالعون في الكتب وليس عندهم أصول من الأول، فضاعوا في أنفسهم وضيعوا غيرهم. في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء. فليس العبرة بكثرة القراءة، وليست العبرة بكثرة الحفظ، وإنما العبرة بالفقه وهو الفهم، أن تفهم مراد الله ومراد رسوله ومراد أهل العلم، لا أن تحفظ فقط ولا أن تطالع في الكتب فقط، بل لا بد أن تفقه وأن تفهم. وهذا لا يمكن إلا على أيدي أهل العلم وأهل البصيرة. فهذه، ثم أيضا العلم لا يتأصل ولا يثبت إلا بالعمل، إلا بالعمل، يصاحبه العمل الصالح. ولهذا يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا رحل. والعلم بدون عمل لا فائدة فيه، كالشجر بدون ثمر، لا فائدة في علم بلا عمل وبلا خشية لله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. مجرد أنك تحفظ المتون وتحفظ الصحاح والمسانيد من الأحاديث، هذا ليس هو المنهج السليم، بل لا بد من الحفظ ومن الفهم. لا بد من الحفظ، فلا فهم بدون حفظ ولا حفظ بدون فهم. وهذه أمور تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى طول وقت، وقل من يوفق لها. يقولون الإنسان الآن بعصر السرعة وعصر واختصار المسافات، ثم صار عندهم أيضا هذه الأجهزة التي يسجل فيها الكتب في الكمبيوتر، وصاروا مجرد أنه يجعل عندها هذا المسجل أو هذا الكمبيوتر ويظن أنه متى محتاج إلى شيء فإنه يجده في هذا التسجيل بدون أنه يفهم الدنيا. لا، العلم يكون في الصدر، لا يكون في الصندوق أو في العلم، يكون في الصدر. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. العلم ما حواه الصدر، لا أن تتخذ عندك مسجل وإلا كمبيوتر تقول إذا احتجت شيء مجرد أن يفتح على هالكمبيوتر وحصل. كذلك الكتاب عندك مثل أي، افتح الكتاب وخذ المسألة، لا، هذا ما يكفي ولا ينفع. لا بد يا إخوان من تعلم العلم على العلماء، إما في الدراسة المنهجية وإما دراسة المساجد على العلماء، لا بد منها. ولا بد من طول الوقت والتدرج شيئا فشيئا، لا بد من سؤال أهل العلم، ولا يعتمد الإنسان على فهمه حتى يتأكد. يسأل أهل العلم ويشاور أهل العلم حتى يكون على بصيرة. فهذا أو هذه كلمة عن منهج السلف الصالح في تعلم العلم النافع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ولا وفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله يا شيخ عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السائل يسأل ويقول: هناك خيط إذا لبسه بعض الأشخاص فإنهم يزعمون أنه يقوم بتخدير العقرب فلا تستطيع لدغ الشخص اللابس له، فهل هذا من التمائم المنهية عنها؟ نعم، الذي يلبس الخيط
لأجل دفع البلاء أو رفعه من العقارب وغيرها أو تحصنته، لا شك أن هذا من مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد رأى رجلا في يده خيط من الحمى، قال ما هذه أو ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني يقي من الحمى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعه، فإنك لو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا. هذه الأمور والمعلقات والتمائم والحجب كلها لا تجوز، واجب التوكل على الله. نعم، الرقية الشرعية للقراءة على المريض والنفع عليه هذا شيء مشروع، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. الرقية مشروعة من كتاب الله ومن الأدعية الشرعية. أما تعليق الخيوط والحجب والتمام والطلاسم وكل هذه من أمور الشرك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع؟ لا دليل على ذلك، على التقبيل، إنما هو يرفع عن المكان المنخفض، أو إذا سقط يرفع ويكرم. أما التقبيل ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقبله، ولكن ما أعرف شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز ترجمة خطبة الجمعة بعد إلقائها بالعربية إلى لغة من يفهمها، نظرا لوجود العمال الذين لا يفهمون اللغة العربية؟ لا حرج في ذلك، بل هذا فيه فائدة. إذا فرغ الخطيب من إلقاء الخطبة تترجم للحاضرين الذين لا يفهمون اللغة العربية، تترجم لهم بلغتهم بعد الصلاة، خلاص بذلك. أو تترجم في شريط وتوزع عليه، هذا طيب. نعم. لكن في أثناء الخطبة يا شيخ ما يجوز؟ لا، الخطبة لا، ما يجوز الكلام، ما يجوز الكلام والإمام يخطب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لإخواننا المسلمين الذين يصلون في منازلهم وفي أماكن عملهم رغم وجود المساجد بالقرب من هذه الأماكن؟ لا تجوز، لا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته يترك الصلاة في المسجد وهو يسمع النداء. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فدل على أنه لا يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة لولا ما فيها من النساء والذرية ومن لا تجب عليهم صلاة الجماعة. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هناك من يخرج من الدعاة في بعض القنوات الفضائية. نعم. يقول: هناك بعض الدعاة في القنوات الفضائية يقول أن إبليس لم يكفر بالله، ويقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح معهم، فما قول فضيلتكم؟ هذا إلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد وتكذيب لكلام الله، كلام رسوله. فإن إبليس فسق عن أمر ربه كما في القرآن، فسق يعني خرج عن أمر ربه، فلعنه الله وطرده
وأبعده، هل الله جل وعلا يلعنه وهو غير كافر؟ هل يطرده من رحمته وهو غير كافر؟ إذا كان إبليس ليس كافرا إذا معنى كفر على وجه الأرض، نسأل الله العافية. هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ناقصات عقل ودين، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن ذلك فقال في نقصان عقلها أن شهادة المرأة عن شهادة المرأتين، شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد، هذا يدل على نقصان عقلها وعدم ضبطها الشهادة. وأما نقصان دينها فلأنها يمر عليها أوقات لا تصلي بسبب الحيض والنفاس، بينما الرجل يصلي دائما، هذا وجه نقصان عقله. ولا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ملحد، نسأل الله العافية. فالمرأة ناقصة عقل ودين شاء أم أبى، الله خلقها كذلك، الله خلقها كذلك، وليس الذكر كالأنثى. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قول المسلم لأخيه يا غبي يا خبل وأمثالها؟ لا يجوز تنقص المسلم، لا يجوز هذا، إن كان هذا من باب التنقص. أما إن كان هذا من باب التربية والتعليم لأجل أن يتنبه، أما إن كان من باب التنقص فهذا لا يجوز. المسلم عند الله عزيز ولا يجوز تنقصه. ولا تنابذوا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابذوا بالألقاب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كثيرا ما يرى بعض الناس في منامه أحلاما مزعجة، فنرجو بيان كيفية التعامل مع هذه الأمور وبيان الأسباب التي تمنعها بإذن الله. الأحلام المزعجة التي يكرهها الإنسان بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج، وذلك إذا رأى الإنسان ما يكره في نومه فإنه يتحول من جنبه الذي هو عليه إلى الجنب الآخر، وينفث عن يساره 3 مرات، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يخبر أحدا بهذه الرؤيا، إنها لا تضر بإذن الله. لكن إذا أراد أن يتحصن من هذه الرؤيا وأمثالها لأنها من الشيطان، فعليه أن عند النوم أن يقرأ آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يوجد في حيين الذي نسكن فيه محل، لو رحتونا من هالبذرة اللي يشغل ما أحد يبعد عن المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يوجد في حيين الذي نسكن فيه محلات غذائية يبيع فيها عمالة من الديانة الهندوسية لحسابهم الخاص. يوجد ايش؟ يقول: يوجد في حينا الذي نسكن فيه محلات غذائية، محلات غذائية يبيع فيها عمالة من الديانة الهندوسية لحسابهم الخاص، فهل ترى مقاطعتهم وعدم الشراء منهم احتسابا لله عز وجل؟ ولاة الأمور يمنعون المستخدمين من البيع والشراء لأنفسهم، إنما استخدموا للعمل فقط، للعمل فقط، ويعطون عليه رواتب من استخدمه، ولا يبيعون ويشرون لأنفسهم، هذا ممنوع، منعه ولاة الأمور. وفي هذا ضرر على الناس ومزاحمة للناس أهل البلد، فهذا ممنوع نظاما وشرعا، هذه ناحية. الناحية الثانية أنه لا يجوز استخدام الكفار من هندوس أو غيرهم،
يجوز استخدامهم لبلاد المسلمين. فعلى من يريد أن يستقدم أن يتقي الله ولا يستقدم إلا من المسلمين. نعم. أحسن الله عليكم. تقول السائلة: ما حكم الجنين الذي في بطن الأم إذا ماتت الأم سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخ الروح؟ ما حكمه؟ ما حكم الجنين الذي في بطن الأم إذا ماتت الأم سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخ الروح؟ تدفن الحامل بحملها إذا مات في بطنها، تدفن هي وحملها. وإذا كان الحمل حيا وهي ماتت وهو حي فللأطباء أن يجروا عملية ويخرجوه منها إبقاء على حياته. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: القباب والمناير الموجودة الآن في مساجدنا هل هي معروفة قديما في مساجد المسلمين أم أنها حادثة؟ هذه أنواع من السقوف ومن الفن المعماري موجودة في المساجد في الأمصار في غير هذه البلاد، كانت موجودة والغرض منها الفن المعماري فقط، لا يقصد منها غير ذلك. ربما يقولون إنها أيضا كانت في الزمان الماضي يحصل بها برودة للمحل، وأيضا الصوت يسري معها ويبلغ المتأخرين، فهي فيها فائدة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: تعلمون حفظكم الله ما يحدث في هذا الزمان من اضطراب الناس حول فتوى حل السحر بالسحر من أحد الأشخاص هداه الله وقال بأن العلامة بن باز رحمه الله أفتى بها خاصة من حوله، فما قول فضيلتكم؟ تعلمون أن هذا رد عليه عدة ردود من الداخل والخارج، وتبين بطلان هذا القول فلا يلتفتوا إليه. وأما أنه ينقل عن ابن باز رحمه الله أنه أفتى فحاشا وكلا، نحن مع ابن باز إلى أن توفي ما سمعناه أفتى بهذا، بل كان يحذر من هذا غاية التحذير. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ينتشر عند كثير من الناس أن الهدية لا يجوز بيعها، فنرجو بيان حكم ذلك. الهدية إذا قبضت صارت في ملك المهدى إليه، تصرف فيها، يجوز له أن يبيعها وأن يهديها وأن يأكلها وأن يتصرف فيها، إذا قبضها صارت في ملكه يتصرف فيها. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الزواج من زوجة العم بعد أن طلقها هذا العم؟ لا مانع من ذلك، لا مانع أنه يتزوج زوجة عمه، زوجة أخيه إذا طلقها أو مات عنها، إنما الممنوع أنه يتزوج زوجة أبيه أو زوجة ابنه فقط، زوجة أبيه أو زوجة ابنه، أما زوجة أخيه، زوجة عمه، زوجة خاله لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض المعلمين في المدارس تأتيهم هدايا من طلابهم، فما حكم أخذهم لها؟ لا يجوز للمدرس أن يأخذ الهدايا من الطلبة، لأن هذا رشوة، ولأن هذا يؤثر عليه في أن يحيث مع من أهدى إليه، ويفتح عليه باب اتهام. المدرس لا يقبل الهدية من الطالب، ولا أي مسؤول مدير أو موظف لا يجوز له أن يأخذ من الناس هدايا، لأن هذا رشوة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يهب لأحد أولاده مالا أو عقارا دون بقية الأولاد، حيث إن هذا الولد ينفع والده دون بقية الأولاد؟ لا يجوز أنه يخص بعض أولاده بعطية دون إخوانه، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما أراد أحد الصحابة أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاها لولده قال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور.
فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده ولو كان بارا به، هذا واجب عليه، بره بوالده هذا واجب عليه، حق لوالده عليه ويؤجر عليه، فلا يعطيه شيئا، يتركه للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: سكنت أنا وأهلي في منزل جديد، وسألني أهلي عن جهة القبلة وأخبرتهم بأنها من هذه الجهة اجتهادا مني، وبعد مضي ما يقارب الشهر أو يزيد اتضح لي بأن الجهة التي أخبرت أهلي بها غير صحيحة، فما حكم الصلاة التي مضت على هذا الاتجاه الغير صحيح، وهل علي إثم في هذا الاجتهاد؟ هذا ما هو محل الاجتهاد، أنت في بلد وعندك مساجد وعندك المسلمون، فأنت أكدت وتثبت من هذا الأمر. الاجتهاد إنما يكون في البر إذا لم يكن هناك علامات ولا دلائل على القبلة، يكون الاجتهاد هنا. أما في البلد فمعرفة القبلة متيسرة، فإذا كان هذا الذي ذكرت فيه انحراف عن القبلة كثيرا، انحراف كثير عن القبلة، لا بد من إعادة الصلوات. أما إن كان الانحراف يسيرا فهذا لا يؤثر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما نصيحتك لأبنائك من طلاب العلم إذا أحس بالملل عند طلب العلم؟ إذا أحس بالملل يعطي نفسه شيئا من الراحة لأجل أن يعود إلى طلب العلم بنشاط، فيعطي نفسه شيء من الراحة ويجعل يرتب الوقت، يجعل وقتا للمذاكرة ووقتا للجلوس مع أهله ولأكله وشربه، ويجعل وقتا للنوم والراحة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ابني توفي غرقا وعمره أقل من سنتين في بيت أهل زوجتي، هل يلحقنا شيء مع العلم أننا لم نكن متواجدين في نفس البيت أنا أو أمه لارتباطها بالدراسة والتحضير للامتحانات، وأنا بالعمل، وكان يلعب عند جده قبل أن يتوجه إلى المسبح وسط غفلة الجميع؟ المسؤولية على من هو في عهدتهم من أهل البيت، إذا كانوا تركوا المسبح بدون سياج وبدون مانع يمنع الأطفال فإن العهدة على صاحب البيت، لأنه لم يعمل الاحتياطات التي تمنع الأطفال. أما الغائب ليس عليه عهدة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، أرجو من فضيلتكم شرح وبيان معنى أن تلد الأمة ربتها. قال: والله أعلم، معناه يكثر التسري في آخر الزمان، يكثر التسري، وهو أن السيد يطأ أمته فتحمل منه فتأتي منه بولد، الولد حر وأمه مملوكة، فتكون بنتها سيدة لها لأن بنتها حرة وهي مملوكة، فتكون سيدة لها من حيث الملك بالرق. الله أعلم. وقيل إنه عبارة أو كناية عن كثرة العقوق في آخر الزمان، وأن الولد يتجبر على أو يتكبر على والده كأنه مالك له أو كأنه سيد له ولا يحترم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يأخذون المصحف ويطالعون فيه دون تحريك شفتيهم، هل هذه الحالة ينطبق عليه اسم قراءة القرآن، أم لا بد من التلفظ بها والإسماع لكي يستحق بذلك ثواب قراءة القرآن، وهل المرء يثاب على النظر في المصحف؟ هذا لا يكفي عن قراءة القرآن ونيل الأجر، لا بد أن يتلفظ، لا بد أن يتلفظ بالآيات، أما مجرد النظر فيها من غير تلفظ فلا يعتبر هذا تلاوة، لا يعتبر هذا من التلاوة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات مثل قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وورد في مكان آخر قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نعم، العدل الذي لا يستطاع هو الحب في القلب، الحب في القلب، ما أحد يستطيع أنه يسوي بين زوجاته في المحبة، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أما العدل الذي يجب على الزوج فهو العدل في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، هذا هو العدل الذي يجب عليه وحق لزوجته عليه، فلا تعارض بين الآيتين ولله الحمد. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في بعض أئمة الجوامع الذين يداومون على قراءة سورتي الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، وهل ورد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يسبح والغاشية في الجمعة وفي الأعياد، وكان يقرأ بفجر الجمعة بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان، وكان يقرأ أحيانا في الجمعة أو في الأعياد بسورة الجمعة وسورة إذا جاءك المنافقون، فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم قبل البارحة في اللقاء المفتوح أن ما يفعله بعض الناس من جر السيارة بالشعر أو النوم على صفائح المسامير وتكون سيارة فوقه وما شابه ذلك أنه من السحر ومن القمرة، ولكن يا شيخ نرى شبابا عليهم سمات الالتزام يفعلون ذلك وفي مدارس أو مراكز صيفية، فهل ذلك كله من السحر المعروف حيث أن هذه الأمور انتشرت مؤخرا ويتبناها أناس أو شباب عليهم سمات الصلاح؟ نعم، السحرة يكون لهم لحى ويكون لهم مظاهر وهم سحر، ما هذا العبرة بالمظهر، العبرة ما هي بالمظهر، العبرة بالعقيدة وبالعمل، فلا يمنع أن يكون ساحر وله لحية وله مظهر جميل يكون ساحر، العبرة بالعمل والعبرة بالاعتقاد لا بالمظاهر. نعم، صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير بآلات التصوير؟ ربما يكون مستقيما وصاحب دين ثم يدخل في السحر فيرتد عن دين الإسلام وهو مظهره يعجب، يرتد لهذه الأمور. نعم، يقول السائل: ما حكم التصوير بآلات التصوير الفيديو داخل المساجد لنقل المحاضرات والدروس؟ التصوير من حيث العموم والنظر في الأدلة لا يجوز بأي آلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، كل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله، فالأدلة عامة لا يجوز التصوير لحال من الأحوال لا في المساجد ولا في غيرها، إنما يرخص في الصور الضرورية، الصور التي أصبحت ضرورية لمعاملات الناس كالبطاقة الشخصية أو رخصة القيادة للسيارة، هذه أصبحت ضرورية لأن الإنسان لا يتمكن من مصالحه الضرورية إلا بها، والله جل وعلا جعل للضرورات أحكاما إلا ما اضطررتم إليه. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: نأمل توجيه نصيحة في كيفية تخلص المستشفيات من بعض أجزاء من أجسام المرضى يتم استئصالها كنوع من العلاج بالجراحة كالثدي والرحم والبروستاتا وغيرها، جزاكم الله خيرا. هذه تلف في خرطة وتدفن في المقابر لأن لها احترام، مثل اليد الرجل إذا قطعت أو عضو من الأعضاء من مسلم فإنه يلف في خرطة ويدفن في المقابر.
صيانة له ولا يهدر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أعاني كثيرا من الاستبراء من البول أعزكم الله، وأقضي وقتا طويلا في دورة المياه للتأكد من ذلك، وبالرغم من ذلك كله أجد آثار نقاط في الملابس الداخلية، أرجو رأي فضيلتكم. هذا ربما يكون أنه وسواس، عليك أن تترك الوسواس. أما إذا كان حقيقة والبول لا يستمسك يخرج، أو الغائط لا يستمسك ويخرج بدون اختيار، فهذا حدث دائم، حدث دائم، عليك أن تتوضأ عند الصلاة وتصلي في الحال، تستنجي وتتوضأ وتصلي في الحال، وتغير الملابس، تجعل لك ملابس نقية تلبسها وقت الصلاة فقط. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لقبيلة أن تحدد المهر؟ يحدد مثلا ب25,000 ريال، فإذا دفع أكثر من ذلك فإن القبيلة تأخذ المبلغ الزائد وتضعه في صندوق القبيلة الذي يدفع على المحتاجين. إذا اتفقوا على هذا وليس فيه ظلم للمرأة فلا بأس بذلك، وقد صدرت فيه فتاوى إذا اصطلحوا على وضع صداق مناسب، صداق مناسب معتدل ليس فيه ظلم للمرأة ولا إجحاف للزوج، أنهم يلزمون بذلك، لأن هذا فيه مصلحة لهم للنساء. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هناك بعض العمال الذين يفدون إلى هذه البلد يكون مرتبهم في الغالب ضعيفا وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟ إذا كانوا مسلمين نعم، إذا كانوا مسلمين يعطون من الزكاة، لكن الذي استخدمهم لا بأس يعطيهم من الزكاة، إلا إذا كان يريد بذلك أنه يرغبهم في العمل عنده، أو أنه يزيد نشاطهم بالعمل، أو يزود عليهم العمل في مقابل الزكاة، هذا لا يجوز. إنما إذا أعطاهم لوجه الله لا لشيء آخر، لفقرهم وهم مسلمون، لا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الشخص يصلي الفروض أحيانا بمفرده نظرا لعدم وجود مسجد بالقرب منه، فهل يلزمه الآذان والإقامة لكل صلاة، أم يجوز أن يصلي دون آذان أو دون إقامة؟ لا يلزمه الآذان والإقامة، لكن لو أذن وأقام يكون أحسن، لأنه ورد في الحديث أن الراعي في الصحراء يكون في الصحراء ويؤذن ويقيم، أن الله يعجب له، والآذان والإقامة ذكر لله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس إذا رأى شجرا نبت على قبر فإنه يصف صاحب القبر بأنه كان على الصفة الفلانية والفلانية، فهل لنبات الأشجار على القبور شيء من الدلالة على هذا؟ أبدا، النبات على التربة والمطر، على القبور وعلى غيرها ما له علاقة بالميت أبدا، وهذا من الخرافات، هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبات ينبت في التربة وعلى المطر، على القبور وعلى غيرها. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للذي يدعو الله عز وجل أن يقول بحق محمد عليك، أو أن يقول بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، لا يجوز الحلف بغير الله، لا قوله بمحمد أو بحق محمد أو بجاه، هذا أول شيء أنه مبتدع، ما ورد السؤال بالجاه أبدا، ما ورد السؤال بالجاه أبدا في حديث صحيح. وثانيا فيه اقسام على المخلوق بالمخلوق، وهذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟ لا، لا يجوز التبرك بالأحجار والأشجار، هذا من وسائل الشرك، أو يكون من الشرك إذا اعتقد أن البركة تحصل من هذه الشجرة أو هذه الحجر. وفي حديث أبي واقد الليثي، كانوا حدث عهد بالإسلام وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، مروا على قوم من المشركين لهم شجرة يعلقون بها
أسلحتهم تبركا بها ويعكفون عندها. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وكبر وقال: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله جل وعلا ذكر عن بني إسرائيل فقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام واعتبر هذا من الشرك واتخاذ الآلهة مع الله. وكذلك الذي يتشبه بهم ويتبرك بشجرة أو حجر، هذا قد تشبه ببني إسرائيل في هذا الأمر. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد، باب من تبرك بشجرة أو حجر، وأورد حديث أبي واقد الليثي لينبه على أن هذا العمل لا يجوز، نعم، وأنه شرك أو وسيلة إلى الشرك، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو الإجابة عن الحكم الشرعي في من يذهب إلى الكهنة والمنجبين ويؤمن بأقوالهم، وهل يدخل في ذلك من يبحث ويتابع القنوات الفضائية التي تبث مثل هذا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أهل السنن. الذي يصدقهم في ادعاء علم الغيب يكفر والعياذ بالله مثله، والذي ينظر في القنوات له نصيب من ذلك، لأنه إذا رضي بهذا، إذا رضي بهذا واعتبر أن هذا أمر سائغ وأنه فن من الفنون وأعجب به، يكون حكمه حكمهم، لأنه لم ينكر المنكر، لأنه لم ينكر المنكر بل أقره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يشتري بعض الناس برامج الكمبيوتر ثم يضعها بالمجان على الإنترنت، فما حكم أخذها وبيعها علما بأن ذلك يخسر الشركة المصنعة، علما بأن الشركات المصنعة شركات كافرة في الغالب؟ إذا كانت الشركة التي صنعت هذا منعت أحدا أن ينسخ عليه إلا بإذنها فإن هذا لا يجوز، لأنه أخذ لحقوق الناس غير حق، هذا ظلم وغصب، لا يجوز إلا بإذنهم. أما إذا كانوا يسمحون للناس أنهم ينسخون منه، يسمحون بذلك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل بمكان به مواد غذائية وفاكهة وغير ذلك، وأنا آكل منها بعلم من مديري المباشر، مع أن هذا الشيء الذي يؤكل لا يؤدي إلى خسارة. لا بد من إذن صاحب الفاكهة وصاحب العمل، إذا أذن بهذا فلا بأس. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء؟ وليس هذا مثل التمر الذي على الشجر عندما مر به يأكل غير متخذ خبنة، هذا شيء معد للبيع ولا ومحوز، محوز في محل معد للبيع، لا يجوز لك أنك تأكل منه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء؟ إذا نوى دخوله في الاغتسال أجزئ، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أخذت أموالا في عملي بغير حق، فهل يجوز التصدق بها على قدر ما أستطيع وبأي مكان في دول الإسلام وبأي نوع من العملات حتى أسدد الدين؟ لا يجوز لك هذا، لأن هذه أموال أهلها موجودون فتردها عليهم، تطلب المسامحة منهم ولا تبرأ ذمتك إلا بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع لبس العباءة البشت للمأموم في الصلاة
أم هو خاص بالإمام؟ وهل كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدشوش ما ظهرت على عهد الرسول، لما ظهر على العباءات من الصوف ومن الإزار والرداء والشملة، لا بأس بها، الملابس لا بأس بها، أصلها الإباحة للإمام ولمن خلفه، وهي من التجمل، هي من التجمل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قول القائل تكفى أريد ذلك الشيء؟ يقول: ما حكم قول القائل تكفى أريد ذلك الشيء فيبدأ بقوله تكفى؟ لا أعرف ما يمنع من هذا، يعني حث، تكفى يعني حث، يحث على أنه يسر له هذا الشيء. نعم. يقول السائل: هل من أسماء الله المبجل أي المعظم؟ ما سمعت هذا ولا ما رأيت. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نأمل منكم توجيها ونصيحة للآباء الذين يغالون في المهور ومصاريف ليلة الزواج، حيث أنها أصبحت عبئا ثقيلا يرهق كاهل الشباب ويبقيهم في أسر الديون سنين طويلة. المبالغات والإسراف والتبذير لا يجوز في الزواج وفي غيره، لكن في الزواج أشد، لأنه يعرقل الزواج ويثقل كاهل الزوج ويكون حجر عثرة في طريق الزواج. وأنتم تعلمون الآن تأخر الزواج وكثرة العوانس في البيوت، فيجب التشجيع على الزواج والتسامح فيه وتيسير الزواج، تجنب هذه العادات السيئة والتكاليف الباهظة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل سورة البقرة تبعد الشياطين والجن؟ فعند قراءة السورة في المنزل تطرده من المنزل أو إلى سور المنزل؟ كما في الحديث، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ولا تطيقها البطلة يعني الشياطين، فإذا قرأت في البيت فإنها تمنع أو تطرد الشياطين عن البيت. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: صلاة الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 11 أو 13، فهل الركعتين الخفيفتين التي يستفتح بها الصلاة محسوبة؟ لا، ركعة الاستفتاح لا تحسب من عدد 11 أو 13، إنما هي استفتاح فقط. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي الأحكام المتعلقة باللقطة؟ الأحكام المتعلقة باللقطة أنه يعرف علاماتها الفارقة والمميزة، ثم يعرفها سنة في مجامع الناس، يعرفها سنة في مجامع الناس، فإن جاء من يصفها بعلاماتها دفعها إليه، وإن لم يأتي بعد السنة فإنه يتملكها. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كنت سأسافر مثلا بعد الظهر وجمعت صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم مع أني لم أخرج من المنطقة، هل في ذلك حرج؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الجمع وأنت ما بعد شرعت في السفر، أنت في بيتك لكنك متهيئ للسفر وناوي للسفر، ما بعد سافرت حتى تخرج من البلد، إذا خرجت من البلد بدأ السفر، أما ما دمت في البلد أو في بيتك فلا تعتبر مسافرا ولو أنك ناوي للسفر وتسير للخروج، ما زلت مقيما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: منذ فترة طويلة وأنا أحضر بعض الدروس العلمية ولكن دون منهجية علمية، فهل أحصل على ثواب طلاب العلم وبماذا تنصحوني؟ ثواب الحمد لله، نرجو إن شاء الله كل من يحضر يستفيد أنه يؤجر، لكن التحصيل العلمي لا بد من حمل الأسباب للتحصيل والسير على منهج الطلب لا مجرد الحضور، تحصيل شيء، تحصيل العلم، تحصيل الثواب بحضور مجالس الذكر شيء آخر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل اغتسل من جنابه وأدى الصلاة المفروضة، وبعد تلك الصلاة اكتشف أن هناك بقايا من المني على جلده، فما الحكم؟
رجل اغتسل من جنابة وأدى الصلاة المفروضة وبعد تلك الصلاة اكتشف أن هناك بقايا من المني على جلده، فما هو الحكم؟ لا يضر هذا، المني طاهر على الثوب وعلى البدن طاهر، صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: معلم يريد النقل من منطقته التي معلم يريد أن ينتقل من منطقته التي هو فيها إلى منطقة أخرى، فقال له أحد الأشخاص: أعطني مبلغ من المال وأستطيع أن أنقلك وذلك بأمر ملكي، هل هذه رشوة؟ نعم، هذه رشوة، هذه رشوة واضحة. إن كان قصده الشفاعة عند المسؤولين فالشفاعة لا يؤخذ عليها شيء، الشفاعة لابتغاء وجه الله، من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها، وما الشفاعة لا يؤخذ عليها شيء، إنما يطلب بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما إن كان يريد هذا المال من أجل تقديم هذا الشخص على غيره من الناس على المستحقين للنقل، هذه رشوة واضحة ولا تجوز. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: متى تحرم أم الزوجة؟ هل عند الدخول بالزوجة أم عند العقد عليها؟ أم الزوجة تحرم بالعقد عند الجمهور، تحرم بالعقد، وعند بعض العلماء أنه لابد. نعم، أم الزوجة أو مش يقصدوا أم الزوجة أو بنت الزوجة؟ لا، أم الزوجة. يقول: أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول، إلا بالدخول. نعم، بالبنت، إذا دخل بالبنت حرمت عليه أمها، أما مجرد العقد على البنت فإنه لا يحرم الأم، قوله تعالى: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تصدر بعض التسجيلات الإسلامية أشرطة للقرآن الكريم، وفي مقدمة الشريط يأتون بمقاطع من القراءة، فعند ذكر الجنة يأتون بأصوات عصافير وشلالات، وعند ذكر الجهاد يأتون بصوت خيل ومدرعات، فهل هذا الفعل يا فضيلة الشيخ جائز أم ينافي تنقل القرآن؟ هذا لا يجوز، لأن هذا إدخال شيء على الآيات أو مع الآيات، خلط، هذا فيه خلط مع الآيات ولا يجوز إصان القرآن عن مثل هذا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في المنزل إذا كنت خائفا من الذهاب إلى المسجد؟ هل تجوز الصلاة في المنزل إذا كنت خائفا من الذهاب إلى المسجد؟ إذا كان هناك خوف محقق فلك رخصة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي وهو ابن عباس: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. فإذا كان هناك خوف محقق لو خرجت يمكن يحصل عليك ضرر، فهذا يبيح لك أن تصليه الليل. أما إذا كان جبن، مجرد جبن ولا فيه خوف، فهذا لا يستطعمك الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أهلي والناس القريبين مني يلحون علي. يقول: أهلي والناس القريبين مني يلحون علي أن آتي بليلة العرس دفافة أو طقاقة وأنا أمانع، فما رأي فضيلتكم؟ الدف على يقول دقاقة الدفافة إسلامية. الدفافة ما في إسلامي وغير إسلامي. الدف على الزواج هذا سنة، أمر صلى الله عليه وسلم بضرب الدف على الزواج لأجل إعلانه، فتأتي في صاحبة دف تضربه بمناسبة الزواج، في عمل بالسنة وإعلانا للنكاح. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك بعض الناس يقوم باستخدام بخور يباع عند العطارين يسمى نقض. يقول: هناك بعض الناس يستخدم بخور يباع عند العطارين يسمى
نقض. نقض ينقض يعني ينقض ايش؟ يدعون انها تطرد الشياطين، فما حكمه؟ هذا لا يجوز، البقور لا يطرد الشياطين، هذا من الاعتقاد الفاسد. اللي يطرد الشياطين القرآن أو الاستعاذة من الشيطان أو الأذكار الشرعية، أما البقور ما يطرد الشيطان، هذه خرافات. نعم، ربما أن الشيطان ينشط مع البقور. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: تنشر بعض المجلات صفحات بما يسمى حظك، وذلك بذكر النجوم والأبراج التي ولد فيها الإنسان. والسؤال يا فضيلة الشيخ هو أن بعض الناس يقول أنا أقرأها من باب الإطلاع فقط ولكنني لا أصدقهم، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا يجوز هذا، ولا يجوز السكوت عنه، لا بد من إنكاره. وقد صدر من اللجنة الداعمة بيان في إنكار هذا الشيء، ونشر في الصحف، نشر في الصحف على ما أعلم. هذا أمر لا يجوز، لأنه من التنجيم، والتنجيم من أمور الجاهلية ومن الشرك بالله عز وجل. ولا دخل لليوم للولادة، ولا دخل للشهر، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولا دخل للنجم، النجم الفلاني، كل هذا من خرافات الجاهلية. يقول السائل: الرجاء توضيح كيف يكون ممنوعا شرعا بيع المستقدمين. كيف يكون؟ كيف يجوز؟ لا، قبل شوي سألنا عن الهندوسي اللي كان يبيع لحسابه الخاص. نعم. والسائل يسأل يقول: هل هذا قاصر على الهندوس أم على أي جنسية أخرى؟ على أي جنسية ممنوع هذا. ستر تجاري يسمونه. أي نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم استخدام الكلب للحراسة داخل الحي وأنا أسكن في مدينة الرياض لأن بيتي سرق أكثر من مرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص اقتناء الكلب ثلاثة أمور. الأمر الأول الماشية، اللي عنده مواشي وغنم يتخذ الكلب لحراسته. الأمر الثاني الزراعة، إنسان عنده مزرعة ويحتاج إلى كلب يحرسها لئلا تسرق الثمار. الأمر الثالث أولا الماشية، وثانيا الزراعة، وثالثا الصيد، كلب الصيد، يتخذ الكلب للصيد، الكلب المعلم للصيد. غير هذه الثلاثة لا يجوز اقتناء الكلاب. أنت في مدينة الرياض والحمد لله ومع الجيران وعند الناس، لست بحاجة إلى الكلب. أما لو كنت في بيت بارز، لو كنت في بيت بارز ولا عندك جيران، يجوز لك تأخذ كلب للحراسة. أما ما دمت ساكن مع الناس ومع الجيران وداخل البلد، وهذا أيضا يؤذي الجيران، لا تتخذ كلبا في بيتك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: والدتي متوفية منذ عام يرحمها الله، ولديها أرض منحة حكومية، ثم أردنا نحن الورثة بأن نقوم في بناء مسجد لها من قيمة الأرض، علما بأنها لم توصي بذلك قبل وفاتها، هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز التبرع بأكثر من مسجد من قيمة أرضها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأرض للورثة، الأرض أصبحت للورثة، فإذا تبرعوا بها أو بقيمتها هذا شيء طيب، يكون الأجر لها، يكون وقفا عليها. فإذا تبرعوا أو تبرع أحد منهم بنصيبه فهذا عمل طيب وينفع الله به الميت. نعم. أما من أراد أن يأخذ نصيبه فهذا له حقه من الميراث. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: صليت العصر وبعد الصلاة شكيت هل بقي لي ركعة أم لا، علما أني دخلت والإمام في الركعة الثانية، وشكي هل أديت الركعة الرابعة أم سلمت قبلها، فما الحكم؟ هو دخل مع الإمام بعد ما فات ركعة. نعم. وبعدين يقول: شكيت هل سلمت قبل الركعة الرابعة أسلمتها الرابعة ولا، يعني شك هل أتى بالرابعة بعد سلام الإمام أو ما أتى بها. والله ظهر السؤال، إذا كان شك وهو في أثناء الصلاة
فإنه يعتمد على أنه ما أتى بها، يبني على اليقين فيقوم ويأتي بركعة. أما إذا كان ما جاء الشك إلا بعد ما خرج من الصلاة وانتهت الصلاة، فالشك بعد العبادة لا يؤثر، لا يلتفت إليه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز مسك السبحة في اليد دون استعمالها؟ فقد قال لي أحد الإخوة أن فيها تشبه بالصوفية، وهل يجوز التسبيح فيها؟ يجوز التسبيح بها ما لم تعتقد أن لها فضل. إذا اعتقدت أنها مجرد العدد فقط كالحصى والأصابع فلا بأس، أما إذا اعتقدت أن فيها فضيلة هذا ابتداع ولا يجوز، وهذا معتقد الصوفية فيه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تصوير الحيوانات والنبات والأشجار وجزاكم الله خيرا؟ الحيوانات لا يجوز، ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، أما غير ذوات الأرواح كالأشجار والجبال والمباني والأنهار والبحار لا بأس، الذي ليس فيه روح اللي يسمونها المناظر الطبيعية لا بأس بذلك، إنما الممنوع تصوير ذوات الأرواح، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلف أن ينفخ فيها الروح، يعني يوم القيامة، دل على أن الذي ليس فيه روح أنه لا يدخل في الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة الفجر مع الدليل؟ نعم. يقول: ما حكم تأخير صلاة الفجر مع الدليل؟ صل مع الجماعة، صل مع الجماعة ولا تنفرد، تقول أبا أخر، لا يجوز هذا، تترك صلاة الجماعة. يقصد بعض الأئمة. وأما إذا كان القصد من بعض الأئمة يأخر فلا يجوز هذا أيضا، لأن هذا فيه شذوذ ومخالفة لما عليه المسلمون، فتصلي مع المسلمين، تقيم الصلاة مع المسلمين ولا تشذ عنهم تتأخر، هذه ناحية. الناحية الثانية أن هذا يضر بالمأمومين ويثقل عليهم الانتظار، فصل مع المسلمين والحمد لله، لا تشذ ولا تشق على جماعتك ولا تتأثر باللي يقولون إن التقويم مغلوط، هم الغالطون، التقويم ما هم مغلوط، الغلط عندهم هم في رؤوسهم وأفكارهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الطلاب الذين يريدون التخرج من المدرسة يعملون وليمة في المدرسة يدعون فيها جميع المدرسين والطلاب، فما حكم إجابة الوليمة من المعلم؟ اللي يقيمها من هو؟ الطلاب. إذا كانت دعوة عامة ما هي خاصة لا بأس، معلم غيره، إذا كانت دعوة عامة فلا، هذا ما فيه اتهام لا بأس للمدرس وغيره. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: كنت في بلدي أصلي في مسجد يوجد أمامه مقبرة ويوجد بين المسجد والمقبرة جدار، فما الحكم؟ إذا كانت المقبرة مفصولة عن المسجد بشارع أو بفضاء فلا بأس بالصلاة في المسجد لأنها غير متصلة به، وأما إذا كانت المقبرة متصلة بالمسجد على جدار المسجد ما بين الجدار فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نتمنى منكم حفظكم الله أن ترشدوننا إلى كتب يوجد فيها مبادئ وأصول أهل السنة والجماعة تنصحون بقراءتها. نعم، هذا كما ذكرنا المختصرات مقررة في المدارس وفي المعاهد والكليات، وكذلك المشايخ في المساجد خصصوا مختصرات يشرحونها للطلاب، وهذه المختصرات ميسرة، مثلا في العقيدة ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، عقيدة الواسطية، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب الطحاوية وشرح الطحاوية، هذا في العقيدة. في الفقه آداب المشي للصلاة، متن الدليل، متن الزاد، أخصر المختصرات، هذه مختصرات في النحو لا جرومية أو الملحة، ملحة الإعراب، هذه في النحو. في الأصول الورقات، مثل الورقات للجويني في أصول الفقه، في مصطلح الحديث نخبة الفكر للحافظ بن حجر،
مصطلح الحديث، هذه مختصرات موجودة، الكتب متوفرة، لكن الشأن بالمعلم، الشأن بالمعلم. إذا وجدت معلما متقنا فإن الكتب متيسرة ولله الحمد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين أنه ليس على وجه الإطلاق، بل هو محدد كما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كما يستخدم في ذم النساء؟ هذا ما هو ذم للنساء، هذا بيان لأن المرأة ليست كالرجل، الله فضل بعض خلقه على بعض، وليس الذكر كالأنثى، ليس في هذا ذم للنساء، هذا بيان لواقعهن، والمرأة ليست كالرجل في عقله، وليست كالرجل في دينه، الرجل أكمل منه، هذا أعطاه الله له، هذا من ناحية الجنس، من حيث الجنس الرجال أفضل من النساء، أما من حيث الأفراد فقد تكون امرأة واحدة خير من ألف رجل، تكون امرأة واحدة خيرا من ألف رجل من جهة الأفراد، خذ مثلا أمهات المؤمنين فهن أفضل من كثير من الرجال، فمن جهة الأفراد قد يكون هناك امرأة خير من كثير من الرجال، ومن جهة الجنس الرجال خير من النساء، جنس الرجال خير من جنس النساء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: سمعت فتوى لبعض من ينسب إلى العلم بأنه في هذا العصر لا يجوز نكاح الكتابيات لأنهم غير متمسكين بكتابهم، فبناء على هذا لا يجوز نكاحهم، فما قولكم حفظكم الله؟ هذا يستدرك على الله سبحانه وتعالى، الله أباح نباح نكاح الكتابيات بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة في عرضها، محصنة يعني عفيفة في عرضها، والله يعلم أن أهل الكتاب غيروا في وقت نزول القرآن، والنصارى غيروا واليهود غيروا، ويعلم سبحانه ما يكون منهم في آخر الزمان، ومع هذا أباح نكاح الكتابيات بشرط أن تكون عفيفة، وهذا مطلق في كل زمان، الذي يريد أن يضع حدا لما شرعه الله هذا يكون مخطئا بلا شك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: وجد إمام مسجد في إحدى القرى من الذين يزورون القباب ويسألون أصحابها الأموات النفع وجلب المصالح. نعم. وجد إمام مسجد في إحدى القرى من الذين يزورون القباب ويسألون أصحابها الأموات النفع وجلب المصالح، وكذلك يلبس الحجب ويتبرك بالحجارة التي على الأضلحة. السؤال: هل تجوز الصلاة خلفه؟ ما يكفي أنك ما تصلي خلفه، هذا يجب أن تبلغ عنه الجهة المسؤولة عن المساجد، إذا كان في المملكة فيجب أن تبلغ عنه الجهة المسؤولة عن المساجد في المنطقة التي أنت فيها، لأجل أن تبعده عن الإمامة، أن تجعل في الإمامة من أهل التوحيد، هذا واجب عليك، ولا يجوز لك السكوت على هذا، لكن بشرط أن يكون هذا الذي ذكرت ثابتا عنه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هناك من الناس استدل بآيات من القرآن والسنة على كفر وشرك من يدعو غير الله، فقال رجل: إن هذه الآيات والأحاديث إنما هي في المشركين الأوائل، فهل آيات الشرك والكفر خاصة بالمشركين الأوائل؟ الله إذا كان يقصر القرآن على الأوائل فقط ولا يصلح للآخرين، هذا ردة عن دين الإسلام، القرآن عام لأول الأمة إلى آخرها إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يخصصه أو يرفعه أو يقصره على من سبق، هذا إن كان جاهلا فعليه أنك تبين له هذا الخطر لئلا يتلفظ به، أما إذا كان عالما ومتعمد هذا الشيء فإنه يرتد عن دين الإسلام، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا يقول لا، الدين ما هو كامل ولا يصلح لآخر الزمان، فهذا رد على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كتب أحد الكتاب مقالة عن السنة والبدعة وقال: إنه من الظلم
أن يجعل علماء المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم أعظم وأشد من فسقة أهل السنة، فما رأيكم في هذه العبارة؟ نقول المعصية أخف من البدعة. المعصية صاحبها يدري أنه مخطي وأنه ويرجع منه أنه يتوب ويخجل، أما المبتدع فبعيد أنه يتوب لأنه يرى أنه على حق. ولهذا قال السلف: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع يرى أنه على حق ويدعو إلى بدعته، أما العاصي فهذا يعرف أنه ما هو على حق وأنه مخطئ، ويرجى منه أنه يتوب أو يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، فلا مقارنة بين البدعة والمعصية. فهذا القول الذي قاله هذا الرجل هذا قول باطل، لأنه يهون من شأن البدعة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ظهرت شركة عقار تبيع وحدات سكنية تحت الإنشاء. نعم. يقول: ظهرت شركات عقار تبيع وحدات سكنية تحت الإنشاء، حيث يقومون بعرض نماذج مصورة للزبائن، فهل يصح هذا البيع؟ البيع منما يتم بعد ما تتم العمارة تنتهي يكون البيع، أما قبل ذلك يباع معدوم هذا أمر لا يجوز. يباع شيء معدوم ما بعد صار هذا شيء ما يجوز، لكن إذا تمت العمارة وانتهت حينئذ يبيعها على من يرغب فيها. نعم.